الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 15 من الكتاب 54، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه، الحديث 76 بعد 307,000. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا موسى بن أعين حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حا قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت مستوردا أخا بني فهر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم يعني في البحر فلينظر بما يرجع، وفي حديثهم جميعا غير يحيى سمعت رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وفي حديث أبي أسامة عن المستورد بن شداد أخي بني فه، وفي حديثي أيضا قال وأشار إسماعيل بالإبهام، يبقى مرة بالإبهام ومرة بالسباب، يعني روايتان يعني. ويبدو أن رواية السبابة هي الأقوى، لأن عادة الناس عموما يشيروا بالسباب، وتبقى بالإبهام دي رواية بالمعنى يعني بأحد أصابعه يعني. والنبي يجعل في هذا الحديث تشبيه نسبة الدنيا للآخرة بنسبة الماء الذي يعلق في أصبعك إذا وضعته في البحر، لأن الآخرة دائمة باقية والدنيا فترة قليلة، متاع الحياة الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، فلذاتها ومدتها وما فيها من بلاء ومن ابتلاء ومن محن كل ذلك إذا ما قارنته بالآخرة لا يساوي شيء. والنبي شبه هذا بقدر الماء الذي يعلق بإصبعك السبابة إذا وضعته في البحر ثم رفعته، يعني كأنه لا شيء، فلا تغتر بالدنيا ولا تبيع كل شيء بلا شيء. اللي هو الراوي اللي قاله مش قايل هنا يحيى بن يحيى اللي هو اخبره عن موسى بن اعين، لانه روى الحديث من عده طرق. احنا قلنا كم حا، شوف قلنا فيها كم حا، 1 2 3 يعني فيها 3 حا او 4 طرق. فيحيى بن يحيى ده احد الطرق اللي بيروي مذكوره في تاني طريق في تالت طريق.
وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا بمعنى قلفا أو غلفا يعني غير مختونين. فالقلفة هي الجلدة التي تقطع في ختان الرجل تسمى قلفة أو تسمى غرلة، عشان كده غرلة يعني غير مختونين، يعني كما خلقهم الله على هيئتهم الأولى لا شيء ناقص فيهم. يحشر الناس يوم القيامة كما خلقهم الله أول مرة، لأن ممكن الإنسان في حال حياته يفقد بعض أعضائه، يفقد بعض أجزائه، لكن الله سبحانه وتعالى عندما يعيده يعيده كما خلقه أول مرة. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، من شدة هول الموقف محدش برضه ينظر إلى عورات الآخرين. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه غرلا. يبقى غرلا وقلفة وغلفة بمعنى واحد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب وهو يقول إنكم ملاقوا الله مشاة حفاة عراة غرلا، ولم يذكر زهير في حديثه يخطب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وهذه مزية لسيدنا إبراهيم لأنه خلعوا عنه ثيابه ليحرقوه فأثابه الله بهذا الموقف أنه أول من يكسى. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي، يعني أمة النبي كلها تريد أن تذهب إلى حوض نبيها، فيأتي رجال من أمة النبي يمنعوا من الحوض، وإنه ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي، دل على أنه من إيه من جيل الصحابة، هؤلاء اللي يزادوا عن الحوض من جيل الصحابة وليس من الأجيال اللي بعده، لأنه الأصحاب، والنبي لما سئل قال أنتم أصحابي وهم إخواني، يعني كل من يأتي من بعد الصحابة اسمهم إخواني كما بين، فكونوا يقول أصحابي هنا يقولون من الصحابة. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم
وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العبد الصالح هو سيدنا عيسى، لأنه هو اللي هيقول الكلام ده كما ورد في آخر سورة المائدة. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا الحديث كلمة مرتدين تدل على أن المقصود بهم من ارتد من الصحابة بعد وفاة النبي وحاربهم سيدنا أبو بكر الصديق. فمنهم من عاد للإسلام، ومنهم من مات على ردته، ومنهم من استمر على كفره، لأنهم اختلطوا مع الصحابة فصاروا صحابة، ولكنهم بعد وفاته ارتدوا وانقلبوا على أعقابهم. ومنهم من مات على ردته، ومنهم من عاش على ردته، ومنهم من صلح حاله وعاد إلى الإسلام. طبعا انت عارف في طوائف أخرى من المسلمين يقول لك دول المقصود بهم اللي خالفوا سيدنا علي، وده تفسير كثير من الشيعة ياخد الحديث ده ويقول لك يبقى ده معاوية وأصحاب، لكن نحن لا نوافقهم على ذلك، لأن معاوية لم يرتد عن الدين، هو فقط خالف سيدنا علي بن أبي طالب ولم يعترف له بإمامته، وهذه مخالفة صريحة إلا أنها ليست ردة. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وكأن هذا استفهام تقريري، يعني قد عرضت عليك أعمالهم وعلمت ما فعلوا، أولا تدري ما أحدثوا بعدك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع فيهم أملا في الله، فالله سبحانه وتعالى قطع أمله فيهم لكونهم ماتوا على غير الإسلام. وهذا الحديث لا يدل على أن النبي لا يدري ما يحدث أمته بعده، لا، بل بالعكس، لأن النبي يقول تعرض علي أعمالكم وهو في قبره، يبقى النبي عارف أعمال أمته. لكن هذا يسمى استفهام تقريري، يعني أما علمت ما أحدثوا بعدك وقد عرضت عليك أعمالهم، واضح، يسمى استفهام تقريري بيقرره. زي انت ما تلاقي واحد مثلا كان حاضر معك في موقف، فانت انفعلت في هذا الموقف، فتقول له: الم تعلم ماذا حدث لي، يعني وتقرره انه يعلم، يبقى بتستفهم في صورة الاستفهام وانت تقرره، فهمت بقى، يسموه استفهام تقريري، خلافا لما ادعاه ابن تيمية ومن وافقه أن هذا الحديث يدل على عدم علم النبي بما يحدث لأمتي بعد وفاته، وضعف حديث تعرض علي أعمالكم من أجل ذلك، ووافقه الوهابي. وهذا الحديث ليس في هذا المعنى، لأنه يفهم بهذه الطريقة للجمع بين الحديثين. إذا كان النبي حيوبع الشهيد، فكيف إذا جئنا لكل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ فشهادة النبي ومقام الشهادة يقتضي إعلامه بكل ما يحدث، وإلا حيشهد على شيء لا يعلمه. فهذا الحديث اللي هو تعرض عليه أعمالكم يوافق القرآن لأنه شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ألا يشهدوا إلا إذا كان عالما بما حدث؟ والنبي يقول عندما سئل علام أشهد يا رسول الله، قال: أرأيت الشمس؟ على مثلها فاشهد، يعني لازم يبقى شايفها كالشمس واضحة، فهم؟ فازاي النبي يشهد ويبقى ما شافش حاجة؟ شاهد ما شافش حاجة، ولا شاهد شاف كل حاجة؟ لابد أن يكون رأى كل شيء. وأحاديث النبي تدل على أنه أيضا رأى ما كان في الأمم السابقة بروحانيته، وكثيرا ما يقول كان رجل في الأمم السابقة فعل كذا وقال كذا، ويحكي لنا عن الأمم السابقة، فدليل أيضا أن روحانيته كانت مستشرفة ومطلعة
على ما يحدث في سائر الأكوان وفي سائر الأمم حتى قبل ظهور بشريته صلى الله عليه وسلم لسبق روحانيته. يبقى إذن هو شاهد على كل الأكوان وشاهد على كل العوالم وشاهد على كل الأمم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تغتر بما ذهب إليه الوهابية. ويستدل بهذا الحديث شو بيقول لك؟ مش ربنا بيقول له أولا تدري ما أحدث بعدك؟ فنفى عنه الدراية فأثبت له الجهل. شوف قلة الأدب، يقول نفى عنه الدراية وأثبت له الجهل، يقوم يوصف النبي بالجهل. كتبنها كده في كتابهم المجرمين، وهذا يؤذي النبي وهو خطير قد يؤول إلى الكفر، وليس معصية سهلة، ده قد تؤول إلى الكفر وتؤول إلى تكذيب القرآن لأنه شاهد على كل الناس. فكيف تثبت إليه الجهل وهو شاهد؟ أي يشاهد الله جاهلا؟ فشيء عجيب. كتبوها كذا في كتبهم حتى تعلم شؤم مذهبهم، وحيثما حلوا حل معهم الشؤم بسبب ذلك وسوء أدبهم مع النبي الذي انجر بعد ذلك لسوء أدبهم مع سائر المسلمين حتى أراقوا دماء المسلمين بعدما اعترضوا على دينهم فكفروهم. فالمسألة ليست سهلة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. يعني ده في آخر يوم القيامة لما تقوم القيامة خالص هتقوم على بعض الناس اللي راكب، اثنين راكبين مع بعض وثلاثة راكبين ايه وخمسة وعشرة. يعني بيصف آخر منظر في الدنيا عندما تقوم القيامة فيموت هؤلاء ويحشرون على ما ماتوا عليه. فإذا كانوا ماتوا وهم جموع فيحشرون وهم جموع، ماتوا وهم فرادة يحشرون وهم فرادة، ماتوا وهم راغبين في شيء يحشرون وهم راغبين في هذا الشيء، أو راهبين من هذا الشيء يحشرون وهم راهبين عن هذا الشيء. كأنه يصف حال الناس في آخر لقطة من لقطات الدنيا. قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمشي معهم حيث أمسوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يعني هيبقى في نيران وبراكين كثيرة في هذه اللحظة وموجودة في كل مكان في الأرض، حتى أن النار تكون مع الناس في مسائهم وفي صباحهم وحيثما حلوا من كثرة البراكين لنهاية الدنيا. باب في صفة يوم القيامة، أعاننا الله على أهوالها ببركة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى يعنون بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال يقوم أحدهم في رشحه يعني عرقه إلى أنصاف أذنيه. وفي رواية ابن المثنى قال يقوم الناس لم يذكر يوما. تقترب الشمس للناس يوم القيامة فيزداد الحر ولا يوجد غطاء ولا ظل إلا ظل عرش الله فقط، فيش بقى ظل، لا شجرة ولا جبل ولا مبنى، ما هي أرض لا علم فيها، فما فيهاش أي حاجة تظل للناس إلا عرش الرحمن، وعرش الرحمن لا يظلل إلا من كان متصفا بصفات معينة ذكرها النبي تصل إلى حوالي 90 خصلة،
وألف فيها العلماء، منها يعني الخصال الموجبة للظلال لابن حجر العسقلاني، وكذلك الإمام السيوطي له فيها رسالة وغير ذلك، جمعوا كل الخصال حتى تتخلق ببعضها أو بمجموعها إن كنت تستطيع، حتى تستظل بعرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وبالتالي لما يقف الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فبشفاعة النبي يصير 1,000 سنة على 1,000 سنة، ثم بشفاعته يصير 500 سنة على الكافر، وبالنسبة للمسلم والمؤمن كالعصر للمغرب. فيطول وقوف الناس مع اقتراب الشمس منهم فيزداد العرق، والعجيب ان العرق لا يسيل على الارض، بل كل عرق انسان خاص به، ودي من عجائب يوم القيامة، لان الماء طبيعتها في الدنيا الاستتراق، لكن في يوم القيامة كل واحد ينزل العرق بتاعه كأنه في اناء منفصل عن الاخر. فمنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من يصل الى ترقوته، ومنهم الى حجازته، ومنهم الى انصاف ساقه، وهكذا على حسب الشدة التي يعانيها. نسأل الله السلامة. وطبعا الاوصاف دي اللي احنا بنقولها بتبقى اوصاف الكافر، اما المؤمن ففي رحمة الله. وعن ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا انس يعني ابن عياض حا قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره كلاهما عن موسى بن عقبه حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر وعيسى بن يونس عن ابن عون حا قال وحدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا قال وحدثني ابو نضر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب حا قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، بمعنى حديث عبيد الله عن نافع، غير ان في حديث موسى بن عقبه وصالح حتى يغيب احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العرق يوم القيامة لا يذهب في الارض 70 باعا، وانه لا يبلغ الى افواه الناس او الى اذانهم، يشك ثور ايهما قال. وعن ابي قال حدثنا الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد بن الاسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ لأن الميل برضه يطلق على مسافة في الأرض معروفة، وكان أيامها الميل الهاشمي، كان أيامها الميل الهاشمي غير الميل الإنجليزي ده. الميل الهاشمي أكتر شوية من الميل الإنجليزي. ولا يقصد الميل اللي هو ما يكتحل به، لأن يسموه برضه الميل. قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، أعمالهم السيئة يعني، كلما كانت أعماله سيئة كثيرة كلما زاد عرقه، كلما قلت أعماله السيئة قل عرقه. فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، الحقويه اللي خاصرتيه وسطه، موضع الحزام من البنطلون كده، بتلبس بنطلون دلوقتي وبتلبس حزام، هو ده اسمه ايه؟ الحقو او الخاصره. ومنهم من يلجمه العرق الجامة، يعني يلجمه يعني يصل الى فمه، يعني معنى الجمه كاللجام من الداب. قال واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه،
نسأل الله السلامة. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. عايز تعرف أهل الدنيا أهل الجنة فين في الدنيا؟ شوف الصفات دي اللي تلاقيها تنطبق عليه بلا من أهل الجنة. وعايز تعرف أهل النار وأنت في الدنيا، اعرف الصفات دي اللي تلاقيها فيه يبقى من أهل النار. واضح؟ فدي نقطة مهمة عشان تتجنب صفات أهل النار وتتمثل بصفات أهل الجنة. وعن أبي قال حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان، واللفظ لأبي غسان وابن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، يعني كل مال أعطاك الله إياه من الطريق الحلال فهو حلال لك، وإني خلقت عبادي حنفاء. ليه النبي بيقول كده؟ يعني ما أعطاهم الله من دواب فهي حلال، فلا بحيرة ولا سائبة ولا حام، لأنهم كانوا يحرمون على أنفسهم من بعض دوابهم للأصنام. فهم؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا نصيب لأحد فيما أعطاهم الله إلا كما قرره الله لهم، لا كما فعلهم لأنفسهم فجعلوا هناك السائبة والوصيلة والحام وغير ذلك والبحيرة. قال ذات يوم ألا في خطبتي: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني حنفاء كلهم يعني على التوحيد، أخذ منهم العهد: ألست بربكم كل قلبلة، فهم على التوحيد وعلى الفطرة السليمة. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني أضلتهم عن العهد الأول، اجتالتهم يعني أضلتهم، اجتال الرجل دابته يعني ساقها، يجتالتهم يعني ساقوهم إلى الضلال. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة نبينا فوجد الكفر قد حل وانتشر، فمقتهم يعني غضب عليهم، سواء كانوا عرب فقد كانوا يعبدون الأصنام، وعجم وكانوا يعبدون عبادات شتى، إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على الحق من بعض النصارى، طوائف النصارى وطوائف اليهود، هذا قبل بعثة نبينا. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لأنه في الصدور وليس في السطور، كتابا في الصدور لا في السطور، وما كان في الصدور لا يغسله الماء. ودي صفات أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أجي لهم في صدورهم، لأن أمم أهل الكتاب ما كانوش يحفظوا كتابهم، يكتبوه بس ولما يحتاجوا حاجة يرجعوا يقروهم، أمة النبي لا، كتابها في صدرها. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، يعني تقرأه على كل حالك،
تقرأه في كل أحوالك لأنه في قلبك وقلبك معك في النوم واليقظة. لكن الكتاب اللي في السطور لا تقرأه وأنت نائم، تقرأه فقط وأنت متيقظ، مش كده برضه؟ لكن من كان كتابه في صدره يقرأه نائما ويقظانا، يقرأه على كل حال. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، أحرق قريشا يعني وعاديهم إذا عادوني ومنعوني من تبليغ دعوة ربي، فقلت ربي إذا يثلغوا رأسي، يعني يكسروا رأسي لأنهم كانوا أشداء في عداوتهم، يثلغوا يعني يكسروا، فقلت ربي إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك، يعني ايه؟ يعني اخرجهم من بلادهم كما اخرجوك من بلدك، استخرجهم كما اخرجوك كما استخرجوك، واغزهم نغزك، واغزهم يعني ايه؟ امر بفتح مكة، نغزك يعني نعينك على الغزو، واغزهم نغزك يعني نعينك على الغزو، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، يعني نؤيدك بالملائكة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة، بقيت بقى الحديث بقى، قال وأهل الجنة ثلاثة، يعني ثلاث أنواع، ثلاث أصناف، ذو سلطان مقسط يعني عادل، يبقى ايه مقسط؟ يعني عادل في حكمه، ذو سلطان يعني ذو منصب وحكم، مقسط يعني عادل، متصدق موفق، متصدق يعني كريم سخي، وموفق يعني على الحق، ورجل، النوع الثاني الصنف الثاني، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم، يبقى ايه؟ ورجل رقيق القلب يعني رحيم القلب، يعني اللي في قلبه رحمة ورقة ده من اهل الجنة، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، لقرابته والمسلمين عموما ليس عنده قسوة. والنوع الثالث وعفيف متعفف ذو عيال، يعني رجل عفيف يعني لا يطلب الحرام ولا ينظر لما في أيدي الناس، ومتعفف يعني لا يسأل الناس، رضي بما قسمه الله من حلال وتعفف عن طلب الحرام وما ليس له، وذو عيال يعني بالرغم من ذلك عنده عيال يعولهم، فلم يمنعه، لم يجعله فقره يطمع فيما لم يقسمه الله له، يبقى القنوع والقانع بما رزقه الله، والذي يحرص على الحلال ولا ينظر لما في أيدي الناس ده من أهل الجنة. يبقى ما تشوف هذه الصفات تعرف ده من أهل الجنة. قال وأهل النار خمسة، خمسة أصناف برضه، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا، لا زبر له يعني لا عقل له، يعني يتبع كل زاعق وناعق لا يميز بين الحق والباطل، وضعيف يعني ملوش سلطان ولا صولة، لكن ماشي كده مع كشاة مع 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 القطيع، فهمت؟ وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، زبر له يعني لا عقل له وحكمة، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا، والخائن، النوع الثاني، والخائن الذي لا يخفى له طمع، يبقى الخائن الطماع دي يبقى ده من أهل النار، وإن دق، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه،
يعني حتى يخون في القليل ويخون في الكثير، إن دق يعني في القليل. والصنف الثالث: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وده الصنف المخادع، يظهر أمامك أنه صديق ثم يخدعك في أهلك ومالك، يبقى المكر والخديعة من صفات أهل النار. وذكر البخل أو الكذب والبخيل من أهل النار، والكذاب من أهل النار، والشنظير الفحاش. الشنظير عرفها الفحاش، الفحاش اللي هو الشنظير يعني سيء الخلق، بذيء الكلام والألفاظ. والشنظير الفحاش. ولم يذكر أبو غسان في حديثه: وأنفق فسننفق عليك. وهذا حديث من الأحاديث الجامعة الجميلة التي وردت في صحيح مسلم، فيها وصف لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف لحال أهل الضلال، ووصف لحال أهل النار، ووصف لحال أهل الجنة. فهو حديث لطيف جميل، ممكن تجعله خطبة جمعة. كان الشيخ نجيب المطيعي شيخنا كان كثيرا ما يقول هذا الحديث في خطب الجمعة ويشرحه. سمعته يمكن أكثر من 5 خطب جمعة كان يتناول في هذا الحديث الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله. وعن أبي قال: وحدثناه محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه: كل مال نحلته عبدا حلال. وعن أبي قال: حدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام صاحب الدستوائي قال: حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وساق الحديث، وقال في آخره: قال يحيى قال شعبة عن قتادة قال: سمعت مطرفا في هذا الحديث. وعن أبي قال: وحدثني أبو عمار حسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين عن مطر قال: حدثني قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أخي بني مجاشع قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال: إن الله أمرني، وساق الحديث بمثل حديث هشام عن قتادة، وزاد فيه: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، لأن وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف تفخر على أحد بشيء ليس منك؟ فلا تفخر على شيء على أحد، ولا وتواضع لكل الناس، فهمت؟ لأن ما فيك ليس منك، إن كان فيك كمال فمن الله. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال في حديثي: وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. فقلت: فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية، وإن الرجل لا يرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطأها. يعني الخيانة دي كانت منتشرة يعني في الجاهلية. ونقف على باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.